رسالتنا يعني هذا اليوم بعد استشهاد ناصر أبو حميد أن يكون لدى الحركة الأسيرة وشعبنا الفلسطيني خطة مختلفة عما مضى. تساؤلات كثيرة تطرح، إلى متى هذا الإجرام بحق الحركة الأسيرة؟ إلى متى هذا الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى؟ ولا إجابات لدى شعبنا ولا للأسرى ولا لكل الأحرار. بالتالي بعد استشهاد ناصر أبو حميد آن الأوان أن يكون لدى فصائلنا ومؤسساتنا لقاء وطني شعبي يجمع الجميع للاتفاق على عمل جديد وخطة جديدة لدعم وإسناد الأسرى بشكل عام ولإسناد الأسرى المرضى بشكل خاص. نحن نتحدث عن عشرات الأسرى الذين استشهدوا ما يزيد عن 67 أسير في داخل السجون، وقبل ناصر كمال أبو عار وقبله بسام السايح من محافظة نابلس، وما زالت جثامينهم محتجزة. بالتالي هو مسلسل من الإهمال الطبي، مسلسل من القتل بحق أسرانا بشكل مقصود ومتعمد، عندما تتماطى الإدارة السجون عدم تقديم العلاجات اللازمة للأسرى في داخل سجون الاحتلال.